تشتغل معي؟ شو بدي اشتغل معه؟ تكون عيني بالحارة. ايش بعينه؟ عوايني يعني؟ لا مو عوايني، انت فهمت غلط. شو بدي اشتغل لكم؟ بدك تجيب لي اخبار الحارة. يعني عوايني؟ سيدي عوايني سميها مثل ما بدك. يا حيوان يا غبي يا واطي يا ندل، انا بكون ايش كان بشتغل معه؟ مع ابو جدع؟ مو انه مش اللي بيعطي على اولاد بلده.